اي 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 والعالم اهلا او ماي جاد او ام جي او ام جي كيفاكو سينيور او ام جي از ذس فؤاد اند صفاء اون لايف او ماي جاد اي كان نوت بيليف ات ما فيني صدق بعيوني ايش عم شاهد هاي ثالث مره انا بدخل لايف على تيك توك ثالث مره انت مضوى ميكرا هلا صفا انا وياك قاعدين مع الفيزيوثيرابيست فؤاد الحكيم شو بسموه كمان شو بدك شو بسموه الفؤاد بالبرنامج يا جماعه قال لوحدي قال عم بيحترمها قال يا ست مجنز عليه قال يا ست قال انا حكيم بحكي مع الزبونات ست يعني احترام عم تعلو بقيمة المرة ام قال له ست جنت ولو ليكوا على اللايف يا جماعة نحن الثلاثة هون الموجودين لا نيكولاس شوفي في يعني في difference لهجات اوكي سو ست بالمغرب مثلا اذا قلت ست راح يعني تكبر من يعني كبيرة يعني امرأة كبيرة ست يعني شيء حلو تكبر من قيمته يا الله يا فؤاد عندك حركات انت فؤاد عندك حركات يا ابن عالم اللي على اللايف هذا الجروب نحن الثلاثه هون وبعد كم شخص بس يعني انتوا عم تحضروا رح تعملوا سكيب بس وقت يجي المقاطع علينا بتحضروا حلقات تذكرون والله رح تشوفوا شوفات بقول لك نيكولاس بقول لك شيء انا ما بتطلع على الحلقات اصلا ما بشوفها انت لانه شيخه كبيره ما بتطلعي ولا اخر همك العالم ايه لانه انت العالم نحن تحت ما بتطلعي ما بتقري شيء نيكولا شو هالقعده الحلوه هيدي والله بسوي زوم اوكي انا بسوي زوم ما راح يعملوا لي بان انا اصلا ما بسوق انا مو انا اللي بسوق انا بس I'm the princess passenger يا جماعة عم تحكي انجليزي لا انا بقول لك انه البنات عم يقولوا لي انه رح يسووا لي بان لانه انا بسيارة يعني ممنوع بسوي لايف بسيارة مين هذا قال هيك ممنوع ما انت ما عم بتسوق ناسي كومنتس لا مش انت عم بتسوقي ولا لا لا ما بسوق فرجي وفرجي بالفيديو انه في حدا عم يسوق امين مومو جايز امين كان بالبرنامج قسمه نصيب هو الكابل تبع صفا طب ايه فوق شو بك يا نيكولا علي بس شو القصة شو شو القصة جايز ليكو فؤاد هيدا فؤاد بالبرنامج عم حضركم سوا مش تسريبة بس عم حضر الجمهور جايز هذا فؤاد يا فؤاد اللي بدك تحكي ما معنى الحب ليكو انا فؤاد ما بيقدر يحكي بموضوع اذا ما بيوقف هيك أصلاً. كل مرة كنت تحكوا مع فؤاد بيجي هيك وانا اصلا وبيحمل الكيس بكون ماسك كباية الواين بكون معبيها مي يمسك هيك الكباية الواين ماسكها هي ماسكها والله ماسكها هيك وانا اصلا بحكي بموضوع هذا الموضوع شيء بيخصني بتعرف كيف بكون نفس عوانات شيء بيخصني وهو فاتح شو فؤاد مثل ما انتم بتقولوا بكون كاشف طرزان طرزان بكون كاشف هيك ليكو انا بدي احكي بموضوع يا الله فؤاد طب شو صار غنوت مين كلش والله فؤاد اي سوير وحياة اما اي سوير هلا عم بتذكر مشاهد بدي افتحها انا وياك مصطفى شو؟ عم بقول هلا وقت افتحت اول مره بفتح لايف معكم هلا عم بتذكر المشاهد اللي صاروا معنا حتى انا لما بفكر بعمل هيك انا وقت افكر وقت اتذكر انت وقت تفكر بتعمل هيك انا بخبط راسي بالحيط والله اشتغلنا عادي بقول لكم شيء احنا دخلنا ببوزيتيف انرجي للبيت بس لانه في كتير سلبيه بالبيت صرنا سلبيين
بس لا لا بس انا حكيته هيدا نحن كلنا فتنا بوزيتيف بس بالاخر خلص الستريس والمشاكل تعبنا بالاخر تعبنا تعب وجهي مش بروك من كتر في ناس عن جد عن جد ماشي بس انه هن بس باد فايب بس طاقه سلبيه شو حشو من هون ويطلع من هون ما تجيب لايد فؤاد ما تجيب لايد خلاص لهيك نيكولا قلت لهم باللايف مرة قلت لهم بس بلشوا الحلقات بدي أعطيكم درس ما معنى الحشو بدي أحس حشو يعني حشو فارغ لا مع الحلقات رح أعطيهم أمثال عن الحشو الساعة كم ولدت؟ في حد عم يسألني الساعة كم أنا انولدت فيها؟ أنا انولدت على الساعة 4 الصبح. كيف تعرفي؟ عن شو عم تحكي؟ شو؟ في حد عم يسألني وين؟ عم يسأل أنا الوقت يعني تولدت فيه، انولدت فيه يعني الوقت. يا صفاء شو بكي هلا كانه هذا زي السؤال مثل واحد سالني انت مع ريال مدريد او برشلونة شو هذا السؤال يا جماعه تصرف اي ساعه خلص انا بدي اقرا انا بقرا التعاليق انا بتجاوب على كل شيء مو مثلك بتجاوب على كل شيء اوعى تعطي شيء تسريب بالغاز هلا ليكو جماعه غير فوتي اللي انا فت فيها على البرنامج فوتي فؤاد كثير قويه يا ويلي فوتي فؤاد خطره فوتي لفؤادنا على البرنامج خطره يا جماعه والله بس ليكو فؤاد لبناني يعني هو كمان مدلل عنده وصايد ليك انا خيال انا خيال جينيفر انت خيال ريان لانه انت خيال جينيفر ايوه انت خيال ريان لكن البدنيه اوكي شوف تعالي الفلكي وقل لي وفي في حدا عم سال على تاريخ ميلادي ووقت ولدت فيه حتى يشوف شيء عنده علاقة بالأبراج ما بعرف. بعتي له جواز سفرك بعتي له كوبي للجواز السفر شو بكي؟ شو؟ بعتي له صورة عن جواز سفرك هيك بيعرف كل شيء عني خلاص تمام. You're funny. يا العالم ليكو يا ريت فينا نفوت شي خمس ست من فوق تخيل على اللايف هو ذاته شاهيناز علي آية يا الله دمار يا ريت هيدي على الأكيد بدنا نعملها على الأكيد بس كم واحد فيفوت على اللايف والله ما عندي كم واحد عندي انا 670 لا يا صفاء يا الله على صفاء بدك عربي انت يا والله انت مغربيه يا صفاء بس يا جماعه ما حدا يحكم على صفاء ايه صفاء كانت بمدرسه وجامعه امريكانيه وكل حواليها كانوا اجانب فبالنسبه للعربي تبعها بتعرف تحكي مغربي بس مش لهجه بيضاء فاللي عالم عم تحكي انه صفاء ما تحكي منيح عربي تعرف تحكي مغربي بس مش لهجة بيضة مزبوط هيك تحكي انت اللي علمتني اياها بتقول والله. مزبوط ايه انا اللي علمتك انا اضرب واحد تعلم من واحد يعني متعلمي من فؤاد تعلمي من علي تعلمي من والله عم بقولوا لي جيب علي وين علي خليني اشوف علي نيكولاس وفؤاد شوف فين انا بخليكم هلا رح روح لا ولو حتى وين رح حتى وحده لا اسمع زكا وتنيفين قالوا لعلي انت اكس لا لا عليك علي لا يا صفا احلى مش نهار وقت قالت له انت اكس هو يعمل هيك لا انهار راح ظهره لا يا صفا انت لانك هلا انت قارنت هالشيء انت وفؤاد اكس لا صفا اذا بدك سكر لازم سكر هلا بس بعد ما بروح ل لما كان راح افتح لايف اوكي صاف تيك كير حبيبي تيك كير باي يا علاوي كلتش يا برو يلا انا وفؤاد قلبي
علاوي علاوي فادتك روحي فؤاد يا عندي على اسبانيا على حد يلا يا معود افتح لايف ناطرينا لو يا معود وينو يا معود شو شو فؤاد لو وينو يا معود يا معود مع احتراما لكل المشتركين فؤاد وقت افوت وقت افتح لايف مع الباقي يعني بحس بكون في كثير ضجه معك رائقه رائقه اوه بدك تسمع البلوز والله معك رائقه فؤاد والله نحن لازم نفتح على طول لايف سوا خلص معلق يلا سون طالع انت كمان برو انا بس انا برو انا بدي اطلع معك بتحمس بصير نحكي تسريبات بالغلط مش هيك ايه لازم 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 يعني نجرب نخفف موضوع التسريبات طبيعة الحال يعني وين شو بك فؤاد يو نو جايز انا فؤاد جايز عم بقول علي بعتني له لعلي خلينا نشوف ليرد جايز بالنسبه لفؤاد وقت اجى فؤاد اول نهار الصبح جيت لقيت فؤاد قاعد تحت حد البول حاطط خوليو اجليسيس عم بيسمع اكيد بتعرفوا خوليو حاطط خوليو وانا كل يوم الصبح اسمع خوليو اجليسيس جيت انا بتعرفوا انه جو عربي بالبرنامج وهيك انه ما تخيلت حدا يجي حط وعيد على بكره لقيت شوفه بس بلا ما اقطعك هو مش مشكله انه الجو العربي في كثير اغاني عربيه كثير رواق وحلوين والفكره هو انه كل جو عجب عجب وصخب وضجي انا كنت قلت لهم قبل بمره انه اوعى بكير اضطر اوعى بكير بس تصفي ذهني شوي مع خوليو هيك كان ينزل نيكولا وقت مره انه وياه سوا يا الله والله فؤاد عن جد قوي ليك ليك تعال نضحك بنضحك بدل دعاء يا ربي فوت دعاء اذا بتفوت بانجار يا رب يا عمار بانجار بانجور برافو على جود مورنينج دعاء ايه لوف يو دعاء حبيب قلبي بدك تفتح لايف انا مع فؤاد بس لا 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 بس بليز بس بس افتحها دقيقتين بس فوت على التيك توك بس دقيقتين جاي سكر لا انا لا انا لا عبود اذا مستعجل او بدك تفلي بس اذا فيك اوكي افتح دقيقتين دقيقتين بس قولي بانجور وسكري باي يلا جود مورنينج هيك دعاء كل يوم الصبح جود مورنينج انا بكون برابع طابق رابع فوق حط حط الله فوق ودعاء تحت تحت المسبح تسمع جود مورنينج برو هون تسمع دينتي هون والله هون هون يا الله ما بس ما رح تفوت ايه ما رح تفوت مين دعاء رح تفوت ولا لا بس فوت دقيقتين وتسكر اوكي شو رايك ب عم يسالوني شو رايك ب ببكره بالبرومو تبع بكره يعني انا استنى فؤاد بكره ما المسبح والهدف ما بتذكر شو اوكي اكيد شغلتين اول شيء مثل ما بتذكر بكره ما في مشكل بس في توليعه صغيره مع بين الكل في تولي على البلد الفتلة الصغيرة مثل ما بتذكر قصة المسبح أنا حكيت مع اللي كانوا معي على اللايف يا جماعة إذا في عندكم مشكل إنه البنات كشفين على حالهم خلص طلعوا مرة واحدة وإنتوا إذا برأيكم لا بالنسبة للمجتمع تبعكم غلط خلص طلعوا مرة واحدة بلا ما نهاجم البنات مظبوط رأي فؤاد خلص طلعوا مرة واحدة يعني خلص. يعني شو يعني وين بعضنا خلص كل واحد يصفر بحاله حرية هيدي اللي ما بيحب يشلح ما يشلح ما في يفرض على غيره عرفت يعني هذا شيء ما في انا قبل شوي فتحت موضوع طويل عريض بهالموضوع هيدا فتحته حكيت فيه انا كمان انا كمان مزعجني لان حياتي انا ما بيهين علي اسمع هيك يعني البنات انا بفهم انه مجتمع وهيك بس انه كمان الى حد ما في وين بعضنا يا زلمه في في حد ادنى من الحريه يعني مزبوط 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 بس يعني I don't know. أنا بعيد عن المجتمع العربي صراحة يعني هلا عم تعرف عليه فؤاد يعني صعب يعني أنت والأخص كيف صعب إيه يعني ما عندي فلترز ما عندي في هيك وما في تعمل هيك يعني عرفت شو برو يعني يا برو والله أنا ويا جماعة أنا وفؤاد صداقتنا بالفيلا هيك لايك بيف هيك 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 والله بس هالقد ما فينا نعطي اكثر من هيك ايه اكثر ما فينا هيك
يا ويلي ليك هلا في كثير ناس عم تسرب اشياء. نحن اجمل شيء انه نحن ما عم نسرب شيء. ليك انا ما حكذب عليك فؤاد، قبل ما فتت على البرنامج سربت بالغلط كم شغله، بس عم نحكي معلومات، معلومات لها علاقه بال 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 بالمشاهد يعني بالقصه، بالقصه الدراماتيكيه. كيف يا عم تسرب انه شو صار يعني، ولا قصص كذب يعني؟ ايه في كثير ناس عم تسرب. نحن احلى شيء انه نحن بعد ما تسرب شيء عنا، فالمشاهد راح يكون جدا متشوق انه يحضرهم. مظبوط، من حسن حظنا هذا الشيء. لا والله انا تعرف البنت اوقات بقولوا لي مثلا انت كفيت مثلا مع هالبنت، انت بقيت مع هالبنت، سو هذا الشيء بيكون كتير بعيد مثلا انه على مش انه مش مزبوط. بقول تمام ما بيعرفوا شيء برو منيح هذا الشيء. وقت تشوف هيك انا ما باكد ولا بنفي مشان يضل الخبري يعني، بالنهايه المشاهد المفروض ما يعرف. طيب تنبسطوا؟ لا تنبسطوا النهايه 100% برو 100%. بس انه برو حتى امي نسيت تقول لي شو صار، شو صار حلقه جت لامي خلص رجع خبرك امي احضري يعني. رفقات ليك بس تعرف شو انا عم طلع برو، في كتير رفقات من اجانب بدهم يحضروا البرنامج بس على اليوتيوب ما في السب تايتلز بالعربي ما في. وانا هيك عندي كتير رفقات بدهم يحضروا بس ما عم يقدروا. يا ريت لو في سب تايتل انجلش او هيك شيء.